ويمكن زي ما تفضل يعني زميلي الفاضل دكتور خالد عبد الغفار، حقيقة احنا اشتغلنا من خلال غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الصحة وبمعاونة المحافظة، والحقيقة عملنا كمان مجموعات عمل ميدانية على الأرض عشان نبتدي نتقصى ونعرف ايه هو المبرر او ايه السبب. والحقيقة يمكن بعد ما خلصنا مرحلة الفحص للمحطات كلها بالكامل، دخلنا على الشبكات نفسها الفرعية، وبرضو احنا بيبقى عندنا حدود ومعايير لنسب الكلور ونسب الشبة تحديدا، او تحديدا نسبة الكلور في الشبكات. وجدنا برضو ان هي حتى في اطراف نهايات الشبكات هي ايضا مطابقة للمواصفات. والحقيقة عملنا كمان رصد جوه المنازل للشبكات كمان الداخلية اللي معمولة بمعرفة اهالينا، والحقيقة يمكن رصدنا بعض الحاجات اللي ممكن تكون يعني مش مطابقة نوعا ما للمواصفات، ومع ذلك نزلنا الفرق بتاعتنا امنت هذه الوصلات كلها بالكامل، سواء تغذيات المية او حتى تغذيات او في ترانشات الصرف الصحي اللي موجودة في بعض القرى. زي ما حضراتكم عارفين احنا يمكن يعني في ضوء المبادرة الرئيسية العظيمة اللي خاصة بمشروع حياة كريمة، الحقيقة احنا في محافظة اسوان تحديدا يمكن انتهينا من 101 قرية دعمناهم بالصرف الصحي بالكامل، ودول بيغطوا نسبة حوالي 92% من اجمالي القرى في محافظة اسوان، ومتبقي معانا 16 قرية ضمن المرحلة الثانية، وتم طبعا تدفيع يعني العجل العمل فيهم بشكل كبير جدا، هم ضمن المرحلة الثانية في هذا المشروع. ومع ذلك احنا دفعنا بالأطقم بتاعتنا الخاصة بالشرقة القابضة وشركة أسوان تحديدا لمية الشرب والصرف الصحي لتأمين كل هذه الوصلات اللي ممكن تكون سبب في إحداث تلوث بشكل أو آخر في المياه.